هو والله انا برضو عايز انوه لنقطة لابد ان المستمعين كلهم يعرفوها علشان خاطر تبقى الناس واخدة بالها من اللي هقول دلوقتي. طبعا كلنا عارفين ان صيام وقفة عرفة دوت ربنا سبحانه وتعالى بيجعل فيه ثواب عظيم جدا، ومن ضمن الثواب العظيم جدا والمميزات العظيمة جدا اللي ربنا اكرمنا بيها، لان طبعا انت عارفة حضرتك يوم وقفة عرفة طبعا الشيطان يعني زي ما بيقولوا كده بيشيل الطين على دماغه. ليه بقى؟ لان طبعا ذنوب عباد تمت في السنة من السنة للسنة لغاية وقفة عرفة، فطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الحجاج ويقول ايه لملائكته؟ اشهدوا يا ملائكتي عبادي اتوني شعثا غبرا يعني من كل فج عميق، فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. طب الناس اللي ما قدرتش تحج والناس اللي هي ما قدرتش أنها توصل للمناسك دي وما قدرتش أنها تسافر، طيب إيه حلها؟ ربنا سبحانه تبارك وتعالى من رحمته ولطفه بالعباد أكرمنا بحاجة جميلة جدا، وأكرم الناس هؤلاء بحاجة جميلة جدا، إن هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى عن فضل الله على العباد في صيام يوم عرفة؟ أنه يغفر لهؤلاء العباد الذين صاموا يوم عرفة ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة قادمة. يعني ربنا بيغفر ذنوب سنة سبقت وذنوب سنة هتحضر، ودي من المميزات الجميلة جدا علشان الناس ما تزعلش والمسلمين كلهم ما يزعلوش. لكن هناك برضو حاجة عايز أتكلم فيها، إن وقفة عرفة طب اللي ما صاموش معلوش أي مشكلة ومعلوش أي إثم اللهم، إلا بس هو بيبقى يعني صاموا بياخد الثواب اللي أنا لسه قايله دلوقتي، ما صاموش خلاص معلوش حاجة، ولكن عليه أن يستغفر ربنا سبحانه تبارك وتعالى دائما في كل وقت، وعسى أن يكرمه الله سبحانه تبارك وتعالى بجنات النعيم إن شاء الله. ده بالنسبة لصيام وقفة عرفة، إن هو سنة مش فرض، فاللي صاموا صاموا واللي ما صاموش معلوش أي مشكلة ولا غبار عليه في حاجة إن شاء الله. إن شاء الله.